خسارة من السدرة في ذلك اللقاء. لدينا كرة نكمل لكن نبقى مع هذه المحاولة، كرة أيضا هنا مع نادي قطر، وقطر يحاول في هذه الكرة، محاولة ما زالت مستمرة مجددا. ذكرت مشاهدينا الكرام بأن هنالك 8 مواجهات سابقة بين الفريقين على مستوى هذه البطولة. نادي قطر أكثر مما هي عليه في الجهة اليمين، تحدث عن الجهة اللي يتواجد فيها محمودي، بالإضافة طبعا لمن يتواجد خلف اللي هو بها ممدوح اليحيى. انطلاقة لصالح نادي قطر، لصلاح اليحيائي، البحث عن الكرة العرضية هي كذلك ما زالت ناحية العمادي، لكن الكرة تعود في وسط الملعب. صلاح اليحيائي، السيد أندرياس راماتشوني ويوسف سفري بدون أي تبديل، بنفس العناصر بنفس الأسماء التي، ونتابع هل تنتهي في وقتها الأصلي أم أن ربما تمتد إلى ما هو أكثر من ذلك. في كرة القدم المغربية، كرة في الجهة اليمين، محاولة الآن لصالح الملك، الكرة العرضية، الله، الإسباني اللروخا ينجح في أن يعيد نادي قطر، الله على هذا الارتقاء، الخروج ربما لم يكن موفقا من قاسم برهان، وبالتالي ارتقاء وكرة في الشباك.